مرحبا من القدس من البلد القديمة. في واحد أرمني فنان دخلت محله مرة، يا أبو يا جدو من الفنانين اللي اشتغلوا في المسجد الأقصى. هاي المعلومة اللي بعرفها، بس هلا بنفهم أكثر. يلا وصلت، وهذا هو المحل المقصود، قريب من باب الخليل وباب الجديد، أو في المنطقة ما بين باب الجديد وباب الخليل. حظي حلو، الفنان هاجوب لقيته بالمحل. لما جدي إجا من تركيا جاب معاه رسمات زي هاي، عبارة عن طبيعة، الطبيعة من الأناضول من تركيا. بس هون لما يجي على القدس أخذ رسمات من فسيفساء الموجودة بفلسطين. مثلا هاي شجرة الحياة، فسيفساء من القرن الثامن في قصر هشام في مدينة أريحة. هاي المظهرية رسمها سيدي قبل 1948 فترة فلسطين بالانتداب البريطاني. فيهم توقيع بالستين. هلا كتير ناس بحكوا انه فلسطين ما كانتش موجودة، بس هاي دليل انه كانت وجزء من التاريخ، هي تاريخنا. بس هاي دليل انه كانت وجزء من التاريخ، هي تاريخنا. مظهرية حلوة كتير. قصتنا تبدأ ب 1919 وقت الانتداب البريطاني، لما الحاكم البريطاني سير رونالد ستورز بادر بمشروع تصليح وتبديل البلاط القشاني تبع قبة الصخرة 1919. فعشان يساوي المشروع هو كان عارف فنان أرمني باسم ديفيد أوهانيسيان، فنان ماهر جدا، سيراميك فخار، فجابه على القدس من مدينة حلب بسوريا. ديفيد أوهانيسيان إجا شاف المشروع، شاف إنه يجب استبدال 48,000 بلاطة على قبة الصخرة. هذا الشغل بقدرش يسويه لحاله. رجع على مدينة كوتاهيا في تركيا وجاب معاه عشان يساعده جدي مدرديج كاراكاشيان اللي كان رسام ماهر، ونشان باليان اللي كان يشتغل بالفخار. من الخارج تحت القبة الذهبية في بلاط، القطع، القيشان اللي حواليه هو الإطار، هذا البرواز. هلأ بتركوا تركيا وقت المذبحة الأرمنية اللي سووه العثمانيين، بيجوا على القدس بيصيروا يسووا العينات تبع البلاط، كل شيء تمام. هلأ الإنجليز بحبوا العينات، ولكن المشروع بيلتغي. يعني الإنجليز ساعدوا إنه هذا الفن يبقى ويصير جزء من تراث القدس والفن المحلي اللي بتلاقيهوش في محل تاني أو مدينة تانية أو بلد. وأنت تاني. من أي جيل الآن؟ الآن أنا الجيل الثالث، وكمان شوي منشوف الجيل الرابع الصاعد. هلا
نتعرف على الجيل الرابع. يلا. في البداية أول مرة بسمع بهذا الاسم. صوته جميل. باتيل. شو معناته؟ معناته حبات الثلج. اسم أرمني. أرمني حبات الثلج. أيوة. يا سلام يا سلام. قديش صار لك يعني بتشتغلي مع والدك بال بهالصنعة بهالمهنة بهالفن؟ أنا وصغيرة صغيرة يعني كان عمري 5 سنين كنت أروح عند أبوي تحت، كان عندنا مشغل تحت. يا عيني. كنت أروح عنده، كنت أقعد عند سيدي، كان عنده طاولة لحالة أوروبا، أنا كنت أقعد هون هو هون ويعلمني كيف ألون وأرسم. فرسامة من الدرجة الأولى. رسمنا بعدين بس تلوين أولها. ما شاء الله ما شاء الله. قديش بتداومي تقريبا اليوم بالمشغل؟ يعني تيجي كل يوم؟ باجي كل صبح، بحاول أجي كل صبح للساعة 3 هيك شيء. يعني دوام رسمي. تشتغلي شيء تاني بالقدس؟ بشتغل كويتس. برافو ما شاء الله. فندقة كمان. برافو ما شاء الله. بتيل أنا انتبهت إنه يعني بتشتغلوا أو الأرمن يعني عموما طائر الطاووس أو شيء بيشبه الطاووس والرمان كتير بأغلب الزخارف تبعتكم. الطاووس له معناه الحياة الأبدية. الرمان عشان فيه كتير شو اسمه بذور. بس هاي أطيب بذور هاي. أيوه. عشان فيها كتير بذور معناها لا استنى شوي. خير خير. نسيت الكلمة بالعربي. لا هاي بغششك. إيش هي؟ بروسبيريتي. رمز الوفرة والكثرة والخير. على فكرة هذه بأكثر من حضارة وبأكثر من ثقافة. يعني الكل بيأمن إنه الرمانة فعلا هيك للخير. هيا استنى لتصور رمان قاعدة. مين يا ملان في رمان ونفس الفكرة. بلاد أرمينيا فيها رمان. حلو. قديش عدد الأرمن في البلد القديمة عندك فكرة؟ في البلد القديمة؟ تقريبا. صعبت عليك السؤال؟ 1200. هون فكرت في كل يس 1200 شخص. كويسين. الشغلة مش بالكثرة، بالنوعية. صح. هذا الشعار كأني شايفه، هالبلاطة كأني بعرفها. سألت وجاوبني. والده صمم هذا الشعار في الإسطبلات الملكية قبل سنة 67، والبلاطة هاي طلعت أنا شايفها بعيني عند ستي عالية في الإسطبلات الملكية، وفورا تذكرت. ما خلصت القصة هون. لما أجت العيلة لعمان أخذتهم وتشرفنا بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين. شو بدي أحكي لكم قديش كانت سموها مبسوطة لأنها وأخيراً وصلت العائلة الأرمنية المقدسية اللي صممت ونفذت هالشعار. ومش بس الشعار، باقي القطع الفنية اللي موجودة الآن في الإسطبلات الملكية. قديش هاجوب كان سعيد لما شاف شغل والده أمامه. بتيل كانت عاملة شعار جديد، نسخة طبق الأصل عن شغل جدها، وأهدتها لسمو الأميرة. هاي القطعة من فترة الأردن لأنه مكتوب عليها جوردن. جوردن اسم الدولة. الدولة والمدينة جيروسلم، يعني هذا جزء من التاريخ كتير حلو. وهذا طبعا توقيعه. برافو. كاراكاشيان يعني الاسم. يعني هذا من بعد 48 وقبل 67.